Yo creo que yo... اولا ماسكو جانسن لتاني مره على سبونسر شيب الاكسنتيفيك اكتيفيتي دي في الاسترينث اوف ايفيدنس. ده سؤال للفيزيشنز، هل في الاسترينث اوف ايفيدنس في جايد لاينز في سيميوريتي لايك ان سي دي فيرسس ذات فيرسس انتي؟ بالنسبه للاسبا انا سؤالي هنا هكمل. احنا دلوقتي في فرق بين حاجتين عشان دي انا دايما بواجهها في وانا بعمل ايفالويشن في الكلينيكال ترايلز. فكره ان انا في كلينيكال ترايل بتقول ان انا لقيت ان الاي اس 17 سيفير في حالات معينه، ذيس از جود، ذيس از ستيل كلينيكال ترايل. انا بتكلم في استراتيك ارثرايتس والارثروماتويد ارثرايتس، ما هو بس الناس ما توافقش عليه في الانكلوزي لانه فشل. الاي اس 17 فشل في الانكلوزي. لا الانكلوزي. تمام. ده سمول بيس of patients of oncology, right? في ناس على عدها لو انا عندي 100 patient كم واحد منهم راديولوجي؟ لا دكتور انا الراجل بتاع ابن البيت. فانا في حاجتين وانا عشان احضر في الاجابه كلمه كتير دي مش قادر. حضرتك لو انا عندي 100 patient تمام كده؟ هي لها نسب. حلو كويس. الراديولوجيكال ده بيمثل كام في المية من البيشنت بتاع الاونكولوجي؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه، الراديولوجيك ده احنا اتفقنا فيه دايما البلان الاكس راي دي انا مش هعتمد عليها. دكتور انا هنا انت شخصتي وفي الاخر كونفيرم ان ده بيولوجيكال 70% نون بيولوجيكال و 30% بيولوجيكال تمام كده؟ يبقى انا عندي 30% دي مينورتي مش الماجورتي. الماجورتي اللي بيقول نون بيولوجيكال تمام؟ الحاجه الثانيه في المينورتي اللي هو بيولوجيكال ده، هل الجايد لاينز ادت سيبريوريتي؟ سيب انا بتكلم هنا ولا قالت لك يوز ايذر اكس او واي؟ لا بالنسبه للراديولوجي ما ينفعش استخدمها، ما استخدمش. انا بتكلم في حاله الراديولوجي بستخدمها بس مش الفيرست تشارت. حلو. انا سؤالي هنا بقى يعني هو ما خدش سيبريوريتي؟ ما خدش سيبريوريتي. اه يسيب. حلو. كود بي يوز افتر ذا فيلير اوف تي ان. حلو. يعني كده يعتبر سكند لاين. يبقى اصبح دلوقتي مفروض وانا باجي اعمل التريتمنت جايد لاينز لازم يكون عندي فيرست وسكند. لازم يكون عندي حاجه اسمها سيكونسنج لازم يكون محطوط في الاعتبار. لازم يكون عندي حاجه اسمها برايزيشن اوف تريتمنت تمام؟ حلو. ده وانا بعمل بوليسي تمام؟ كويس. في سؤال، في حاجه كمان حضرتك قلتيها واحنا بنتكلم على فكره الميثوتوكسيت والكلام ده. في حاجه اسمها بيشنت ادهيرنس. في علم الكلينيكال فارماسي حاجه اسمها الكونسيكونس. بمعنى لو انا اضطريت حضرتك كروماتولوجيست بتحب جدا الميثوتوكسين وشايف ان مفاده كويسه، بس لو انت ما مشيتيش على البيشنت بريفرنس ان هو مش مقتنع بيه هيحصل كده. هيحصل حاجتين. واحد مش مساله الانتولرنس ده معناها يعني هيبقى ما هي الفكره الدكتور زي ما انت عملت افيكاسي بتاع الدكتور، لكن هنا بتكلم على فكره لو انا ما حطيتش البيشنت بريفرنس في القصه هيحصل حاجتين. ان البيشنت مش هيبقى مقتنع بالدواء ممكن ما يكملش او هياخد دوز ودوز ثانيه، لا هيحصل لي فيلير فاضطر ارجع له حاجه ثانيه تمام. علشان كده اول حاجه انا قلتها ان لازم يكون في فارماسيست في الميديكال تيم. عشان كده احنا بنتكلم النهارده يعني حضرتك بتتكلم على الستريس اوف ذيس ريكومنديشن. الحقيقه انا هي مكتوبه مع كل ريكومنديشن ات از سترونج ريكومنديشن اور كونديشنال تمام. الاسترونج يعني كل التاسك اللي عمل الريكومنديشن ده وافق على الريكومنديشن دي بيكوز ان ات از ديفينيت ان البينيفيت مور ذان الهارت اور ان الهارت مور ذان البينيفيت. يعني في سترونج ريكومنديشن وفي كونديشنال ريكومنديشن. الكونديشنال ريكومنديشن بمعنى ان مش كل الناس موافقه على الكلام ده، ممكن بسبب البيشنت بريفرنس. يعني العيان اقول له خد ده يقول لا طب انا عايز ده. في حاجه ثانيه بسبب ان في كلينيكال ترايلز ان السكند دراج اوف تشويس مبين ان هو اللي انا عايز اطلب الدكتوره في حاجه عشان دي دايما ودي بوجهها لزمان مصر وممكن كمان للفيزيشن. انا لما بيجي حد بالذات من الشركات يقول لي واحنا عملنا كلينيكال ترايل اقول له كلينيكال دي على راسي، بس في الاخر استنى كلينيكال ترايل كلينيكال ترايل استنى كلينيكال ترايل. انا لما بشوف الجايد لاينز في الدولار الاخيره انا ما لقيتش سوبريوريتي ولا ادد فاليو اي اكس 17 فيرسس اي انتي تي ان. لا هو طبعا بيستنى بس لكن انا
هكمل بس هكمل. ليه بقى؟ أنا أقول الكلام ده ليه؟ عشان مشكلة مصر الموضة. أنا بكلمك بمنتهى مشكلة مصر الموضة. ومشكلة الدكاترة في ناس معينة في كتير منهم يقول لك أصلا أنا عايز أدربه عشان أشوف نتيجته في مصر إيه. أنت عايز تدربه على راس بس بشارج من جيبك أنت. مش من جيب دافع الخدمة. تمام؟ ما ينفعش مثلا انا ما شفتش انا 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 كونسلتنت الاردن كونسلتنت تونس الجزائر المغرب انا ما شفتش الاي ال 17 ان لو سيبريوريتي فيرسز انتي انتي نت خالص. فبالتالي انا ما ينفعش احط الاي ال 17 فيرست اوبشن يقول لك اصله ارخص. انا هنا ما بتكلمش. لا هم في ناس بتقول لك هو ارخص. تمام؟ في ناس بتقول لك انا هنا مش دوري ان ادور على ارخص. انا دوري ادور على مين الفاليو بتاعته احسن. ولما تساوى لما يجي يقول لي تشوز ايدر اكس او واي طالما ايدر يعني الاثنين تساوى في الكفاءه فالمعيار هنا هو الايكونوميك ايفالويشن. لكن طالما في الاول ان ده فيه ده فيرست اوبشن وده سكند اوبشن ما ينفعش اساوي تفاحه برتقال ده دور مين؟ الصيدلي. عشان كده في عندك اسوسيشن اسمها الانترناشونال فارماسيوتيكال فيدريشن الفيب دي عملت لك فيلوسفي للصيدلي بيقول لك ايه بقى؟ The mission of pharmacy practice is to contribute to health improvement and to help patients with health problems to make the best use of their medicines. الصيدلي هو الوحيد اللي يعرف يخلي المريض يستغل امكانياته والميديسن بتاعه باقصى استفاده ممكنه. عندنا ستة كومبوننت للميشن دي: being readily available to patients, identifying and managing trying health related problems, هيلث بروموشن. هيلث بروموشن هنا مش ان انا بسوق لحاجه معينه. هيلث بروموشن هنا ان انا بقول لك على فكره مثلا من دور الصيدلي المهم. انا عشان دي بتاعتي من انجلترا في من ضمن النظام الصحي الانجليزي اللي هو النظام الصحي الجديد بتاعنا اتاخد منه ان لو الصيدلي قدر يقنع البيشنت بتاعه بكونسلنج انه غير اللايف ستايل بتاعه زي ما الدكتور ياسر عمل مثلا بيشنت اديوكيشن بروجرام دايابيتس فانت لو غيرت اللايف ستايل هقدر اقصر الجرعه بتاعت الانسولين فبالتالي هتوفر في الفلوس. ده هيلث بروموشن. Preventing harmful medicines. طيب المهنة بتاعتنا بتواجه مشاكل health care and long term care concerns about improving patient access to health care controlling its cost and assuring its quality. من ضمن المهنة اللي بتواجهنا والصيادلة بيشتغلوا عليها انك تعمل controlling على الكوست وفي نفس الوقت تتأكد من الكواليتي بتاعت البرودكت بتاعها. Because of the large pool of medication and their proper use play throughout this issue, pharmacists will play an important part in the future of health care. على فكره زمان كان في حاجه اسمها الهيلث كير دلوقتي في حاجه اسمها فارماسيوتيكال كير. طيب بيولوجيكال فارماسيولوجي انتوا كلكم خدتوا الفصل دي بس انا هقول لكم حاجات بمنتهى البساطه المفروض تعرفوا ايه يعني بيولوجيكال. يعني بيولوجيكال انتوا كلكم بيولوجيكال بيولوجيكال. دكتوره ورايا اتكلمت على البيولوجيكال. دكتوره سميله اتكلمت على البيولوجيكال. دكتوره جريهاني اتكلمت على البيولوجيكال. دكتوره دينا اتكلمت على البيولوجيكال. يعني ايه بيولوجيكال؟ كم واحد موافق على تعريف الدكتور؟ something drive from living organism. كم واحد موافق على التعريف ده؟ واحد اثنين ايه؟ ايوه التعريف البيولوجي كان زي ايه؟ لا هو وحجم البايب لاينز بتاع البيولوجيكا شكله ايه؟ انت في الفيس 3 والبري كلينيك الفيس 3 بتتكلم في 40% في البري كلينيك 46% انت بتتكلم في الماركتنج 23% من التوتال يعني حوالي 10% بيولوجيكا التوتال فدي الايرا بتاعت البيولوجيكا. طيب ستاندرد ديفينيشن اوف بايوتكنولوجي واز نوت ريتشد انتل ذا رايت ديشن اوف ذا اورجانيزيشن اكسبت ان 1990 any technological application that uses biological system living organism or derivative support to make a modified product process for specific use. باختصار عشان عارف ان انتم وقتكم عايزين يعني تخلصوا ده المولكيول سايز بتاع الاسبرين.
وده الهيومن جروس هرمونز. بص كده المونوكلونال انتي بوديز الحجم بتاعه شكله ايه؟ سبين كومبليكيتد. عشان كده البروسيس بتاعت البيولوجيكال برودكت ذا بروسيس از ذا برودكت. يعني ايه ذا بروسيس از ذا برودكت؟ انا عندي هنا كام خطوه؟ جين سيكونسز بليسنج الفيكتور، وبعد كده فيرمنتيشن بليس فيكتور ده كل البكتيريا، فيرمنتيشن بيوريفيكيشن هايلي كومبلكس. لو اي عمليه من دول حصل فيها سمول فاريشن ممكن تقلل البرودكت كله. عشان كده النص دي ان كل فاريشن بيحصل لازم يعدي عليه سمول البروسيس نفسها لو اتغيرت از سمول برودكت. انا بحب دايما ما بحبش الكلام النظري. تعالوا نشوف يعني ايه بيولوجيكالز. الصوت فيه ينفع وصل الصوت بتاع الناب؟ ممكن اعلق لكم عليه زي في جوده الكاميرا. وزي ما انتم شايفين بنتكلم على البيولوجيكال مانيفاكتشرنج. ايه ده؟ جين اريا؟ دي جين كده طبعا. معرفش ليه اسمها ولا ايه. anyway ماشي. شباب سمع بلاش بس برضو عادي جدا. انتوا كلكم دكتوره ولاء شرحت الميكانيزم في اكشن بتاع الروماتويد ارثرايتس صح؟ تعالوا نشوفوا كده فيجوال بيعمل ايه. حضرتك ممكن دكتور بقى تعلقنا الميكانيزم الاكشن على ايه؟ على الصوت. هو يعني كل الانتي بوديز للانتي ان اف هو تي ان اف، معناه ان هو بيطلع الانتي بودي دوت ويروح ماسك في الانتي ان اف ويمنعه ان هو يوصل. تعالوا نشوف ده كلام مظبوط. تعالوا نشوف بقى بالظبط كده. بيقول لك ايه ايه بايو فيسيولوجي. انت كصيدلي اكتر من الفيزيشن في معرفه البايو فيسيولوجي. ليه؟ رايكم ليه؟ تضحك ليه لو صيدلي؟ انت ليه زعلان؟ طب انتوا ليه رايكم ليه الصيدلي المفروض يفهم البايوفيسيولوجي ودي الجزء بتاعه هسحركم بطريقه ثانيه خالص. الفيزيشن بياخدوا فارما صح؟ والصيدله بياخدوا فارما. ايه البروسبكتيف؟ هو نفس البروسبكتيف؟ الفيزيشن بيبص على الديزيز واقدر اعالجه ازاي من اي كاتيجوري. لكن الفارماسيست بيدور الدواء ده بقى الكومبليكيشنز بتاعته ازاي. فمش دور الروماتولوجيست هو يقول لك انا هدي تي ان اف وهعمل بارالايزيشن 1 2 3 4. انت بقى كدورك كصيدلي وانت معاه تقول له والله كل انتي تي ان اف له مميزات وعيوب، فانت لازم تفهم البايوفيسيولوجي بتاعته. موست ان اف از بروديوسد باي مونوسايت ماكروفاجز اند ليمفوسايت ان اف اولسو بروديوسد باي سبينال انفيجيت سيل ان ريسبوند تو باكتيريال انفيجن. ايه الكونسيكونسز بتاعت الجمله دي؟ انت في الامتحان هتقول له ايه؟ Most TNF is produced by monocytes, macrophages, and lymphocytes. يعني ايه؟ الصلاه على النبي ده ليه؟ احنا بنضيع وقت وبنزين وبنحرق بنزين ورايح جاي، ليه؟ ايه الكونسيكونس؟ دايما انت ككلينيكال فارماسيست او كفارماسيست لازم تبص الكونسيكونس بتاع الجمله دي، ده معناه ايه؟ ها؟ لا تي ان اف احنا بنتكلم على ادويه ايه؟ قالوا تي ان اف. يعني تي ان اف بيعمل ايه؟ اميونيجستي اميونيتي صح؟ يبقى انا في الحاله دي
كل الاميونولوجيكال ديزيز الخاصه بالروماتويد ارثرايتس او الانكيلوزنج او سوراتيك ارثرايتس دي اصلا مشكلتها جايه منين؟ اميونيتي، صح؟ فانت محتاج تعمل ايه؟ السؤال بقى دلوقتي انت لازم تبقى عارف طبيعه التي ان اف شكلها ايه وشكل التي ان اف ريسبتورز شكله ايه، عشان لما تفهم شكله ايه لما اوريك سلايد دلوقتي التقسيمه بتاعت البيولوجيكالز المختلفه انت السلايد لازم تقول لي مين اللي ياخد بريوريتي عندك. تي ان اف انكريزنج سيكريشن اوف كيموكاينيز سايتوكاينيز تي ان اف اكتيفيتد ادهيرنس مولكيول ساتش اس اي سي ام 1 ده الكي اكشن بتاعتها، ده نظام الزيتونه اللي كنا بناخده سايد فينسز اند اكشن اوف تي ان اف، دكتوره ولاد شرحته ميكانيزم اوف انتي بودي نيوتراليزيشن تي ان اف انهبيتورز ان سام بيبل وذ ارثرايتس بروتين كولد هيومن نيكروسيس فاكتور از بريزنت ان بلاد اند جوينت اكسيسيف اماونت وذ از انكريت انفلاميشن اند بين. يبقى الكونسيكونسز بتاع تي ان اف انها بتزود لك الانفلاميشن والبين، وده المين مانيفستيشن بتاع الهيمولوجيكال ديزيز. دكتوره ولاء كانت شرحت القصه بتاعت الفانر سيت والانفلكسماب بطريقه ده الامبلمنتيشن العملي بتاعها. ده ايه؟ كله المونوكلونا باستثناء بالظبط باستثناء بالظبط الفانر سيت ما بيشتغلش فين؟ هنا بيشتغل هنا. طب ده معناه ايه؟ ما انت لازم تبقى كصيدلي فاهم لما يشتغل على ريسبتورز ايه الكونسيكونس بتاعه ولما يشتغل هنا ايه الكونسيكونس بتاعه. حالات اليوفيايتس انتوا سمعتوا كلمه يوفيايتس؟ حالات اليوفيايتس ينفع فيها الفانوس سيت؟ ليه؟ عشان طبيعه اليوفيايتس الريسبتورز هنا مش موجوده اصلا، فلما اديله مش هعرف حاجه يمسك فيه. تمام كده؟ وبعدين تتكلم على باقي الادويه لحد ما اخترعوا جلوتينيمات.
يبقى انت وانت بتختار وتعمل فورميوليشن جايد لاينز لازم تحط في اعتبارك الايميجينيستي. عشان كده كمان في الجايد لاينز احنا بنستخدم عشان يستمروا الافكاسي، لا عشان يقللوا الايميج، عشان اطول المده بتاعت العيان يستفيد من الدواء اكتر. وتاني حاجه لازم تبص عليها السيفتي، لان الانتي تي نيب وجع عند بتاثر على الاميونيتي بتاعت الجسم، فانت لازم تمونيتور اي ادفيرس ريأكشن بيحصل واي سيفتي ايشوز بتحصل. ثلاثه، طيب انتوا خدتوا دي؟ شرحت لكم اي اس ار اس؟ اي اس ار اس. طيب عشان الوقت انا اقولها الاي اس اس ليفل دي دي ده ون اوف ذا ايشوز الميجرمنت بتقيس بيها السيفتي بتاع البرودكت، انه زاد او ما زادش في البلاد بتاع البيشنت، لما يزيد معناه البرودكت ده فيه مشكله سيفتي عندي، فانت محتاج تقلل الدوز يا تشفته. طيب ايه تاني؟ سمايك. ايه ده؟ ماركر. فيزيكال اند فارماكولوجيكال بروبرتيز. معاكم خمس دقايق، كل ترابيزه هتقول لي ايه اللي تستفيده من الـ من الديفرنشيشن ده وتعمل لي بولاريزيشن عليه. الدكاتره بتوع النص دي هتبقوا معايا مودريتورز. انت دلوقتي عندك الفليكسيماب، الدرسيب، الدينوماب، الروتينوماب، الكروتوزيماب. كل واحد منهم قايل لك الديزاين، الايزوتايب، البريسبتيشن اوريجن، فورميوليشن سبيشاليتي، فريكونسي اوف ادمنستريشن، هاف لايف. تمام كده؟ انا عايزك بناء على السلايد دي، السلايد دي اللي هي بتشرح لك كل حاجه، انت كصيدلي كل ترابيزه معاك خمس دقايق مع المودريتورز هتقول لي بالظبط ترتبهم لي. يلا يا جماعه خمس دقايق. هتبقوا المودريتورز معايا، اهلا بيك، تعالى. ها انا معاكم، عايز اسالني اي سؤال. المطلوب منك انك تشوف السلايد دي في الميديكال داتا وانت صيدلي، محتاج منك تعمل جورناليزيشن مين رقم 1 2 3 4 من الادويه دي اكوردنج للسيفتي والبريفيتي الدوز الفريكونسي بتاعتها. اللي مش عايز طب استنى اول ما تفرغتم كده كويس؟ كده شايفين؟ ها؟ كده واضحة شوية. طيب رتبولي. معانا الدكتورة سابينة والدكتورة ولاء، هما الفيزيشنز، لازم ترفعوا لهم. رتبوا ايه ده؟ ثاني واحد بروتونيمات. بروتونيمات السيمبلي. ايوه رتبوهم لي. انت دي اي سي لازم ترتب. تعال هنا يا عم، تعال ما انت هتقولهم مش احنا قلنا حاول تقول الناس كتير هناك، قلنا سيفتي وديوربيلتي وديوربيلتي ودوز وفريكونسي وايش بتاع الجينر. لا هم لازم تحط خمس حاجات دول في المعادله بتاعتك، وعشان كده لما تدي لك كل ما يتعلق بالاربع خمس ادويه دي يا فندم حضرتك ممكن تنورينا قدامي. تمام اتفضلي. ايه المعايير اللي انت هترتب بيها؟ سيفتي، توليرابيلتي، ميميجينيستي، اكزوست فريكونسي. كل حاجات لازم تحطها في عقلك.
طيب النورس بيدي لما يكون عندي ميورين مايلوما سيلز خلاص دي السيلز اللي انا عملت فيها الموليكول ايه الكونسيكونس بتاعه اقل ايميونوجينيسيتي اكثر تولربيليتي اكثر سيفتي اقل ادفيرس ريكشن لا اعلاها اللي هو الميورين اقلها الميورين مايلوما سيلز الاولانيه اللي هي ليه بقى لان الاولاني كان اسمه سيمي هيومن لا سيمي هيومن عشان اتحط اتاخد من بيت وبعد كده عملوا بعد كده بيزمود نوتيفيكيشن في البلازما لكن الجلوتيماب ده كل المشاكل اللي كانت موجوده في الاكسماك حلها يعتبر استهداف يعتبر استكن جنريشن من الاكسماك هو هيبقى اول تمام واحد المايلوما تمام وال اكتر واحد بالفيزيوما تمام هو على فكره وكلهم بريفيل لا البريفيل سيريز موجود كمان في بولينيماب و بعد الاخير بعد الاخير الفليكس ما بينا كده كده هنقوله في الاخر بالظبط ها عايز اسالك على حاجه حد عايز تسألني على حاجة؟ ها؟ حلو يا استاذ صايب صح؟ أنا مش بتاع كلام نظري أنا بطلع كلام النظري وعايز أكتبها مين؟ طيب ناخد رأي دكتورة سبيلة بتمثل الفيزيشنز رتبوهم لي كلهم بقوكي كلهم بقوكي عندي الفليكس ماب ده كايمريك يعني سيمي هيومن الانبريل لا ده هيومن تمام هترتبهم لي في الاختيارات عندي في الاختيارات همشي تبع الجاد لاين الجاد لاين كلهم سبع بعض طيب ماشي هاخد فيرست لاين وسكند لاين تمام الفيرست لاين هاخد زي ما الجايد لاين برضه بتقول هاخد طب انت ليه ما حطيتيش في اخبارك مثلا انك لما ديتي بيفيد سيريز مره كل شهر تمام دي كلها مالتي فاكتوريال بتدخل مع العيان يعني ايه؟ اما اجي لك هنا يعني انا كل حاجة ليها لها يعني لها حاجة مثلا لو انا يعني انا مثلا في الفليكس مان بندي زيرو واثنين واربعة وستة وثمانية طب وبعد كده ايه في تو مانس العيان اللي بديله اللودنج الاول لو هو مثلا جالي من سفر هدي كل شهرين وزي ما هدي الامبريل او الاتان كل اسبوع يعني في حاجات مالتي فاكتوريال كده بتدخل ليه بدي ده وليه ما بديش ده ممكن اسال مجموعه اسئله وتقول عليها مين اعلاهم سته بالنسبه لل انا اقول الانفليكس مان هو واحد لا على الجروبين مان استنى يعني الانفليكس ماب شويه في الميونوجينيست بتاعته عاليه مين على الست ما احنا انت قلت مين الفريكوانس بتاعته من ناحيه الدوز الفريكوانس اوف دوزز عندي اقل ولا اكتر لا الفريكوانس انك بتزودي الوقت اللي بياخد فيه معناها انك بتقللي بتقللي الفريكوانس اللي بتزودي الفريكوانس يعني تردده عليك انا عايز اقلل تردده ما ازودوش من اختارهم ترددا اللي كان الفكر وقالهم الاستمام بعد الرودي والادليل المواد بعد الادليل المواد كل اسبوعين وبعدين الجلوبا مانزل يعني وبعدين السنزيا يعني اذا دلوقتي جلوبا واخد سيفتي 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 وفريكوانس خليك معانا كده دكتوره سبيله ايمونولوجي انتوا لسه جايين فما اقدرش احطكم في الاكسرسايز ده بس اقدر احط حضرتك حبيبي اهلا بيك تترتبيها ازاي؟ زي دكتوره سميره زي دكتوره سميره متاكده؟ ان شاء الله طب كويس
تروح الحمال العسكري؟ اه طيب طيب انا ربنا ترتبوها ازاي؟ ليه؟ تمام ايه تاني؟ اوكي ترتبوها عندكم ازاي؟ ما حضرتش مستشفى وحضرتش مرابيزيشن وكلام ده دي كلها بتتحسب
لا خد بالك ده كله في الكورس، لكن الاهم من كده الكلينيكال ديتا اللي بتقول تاثير التومين مميز على الريسبونس اعلى. طيب دكتوره ميري ممكن استاذنك كده، لو انا خليت على فكره الارقام دي ارقام عشوائيه يعني، او يعني ارقام الاسعار بالذات ما ينفعش تشوف لك ساعه انت كمستشفى بتاخد الدواء بسعر الوزاره بتاخده بسعر مستشفى ثاني بتاخده بسعر. فانا اتفضل يا فندم انا الوزاره تمام. طيب دكتوره ميري، دكتوره ميري هتغير دلوقتي في الكوست تمام كده اللي هنا، وتشوف الكوست هنا انا ليه حطيت كوست وما حطيتش برايس. انا حسبت الكوست هنا سعر الدواء بالادفيرس رياكشن بالهوسبيتاليزيشن وكل الكلام ده. عايز تشوف لما الدكتوره دي تغير الكوست دي تاثير الكولوم دي شكلها ايه. ممكن كده الدكتوره تخليه 400. ايه اللي حصل؟ ان حتى مع ان الكوست بتاع الهوليمومات 700 تمام، ممكن تخليها الدكتوره ميري 1100 1300 1300. هو في الحالة دي أغلى واحد في المجموعة دي كلها صح؟ مع إنه أغلى واحد في المجموعة دي كلها مش عن أغلى ساعة عندنا دكتورة نهاية 1157 أهو صح؟ أنا خليته أغلى منه 1300، لكن لا زال التوتال كوست بتاعته هنا أقل من دول كلهم. ليه؟ عشان إحنا لما ركبنا التوليرابيلتي والهوسبيتاليزيشن والإفيكاسي خلاص حصل ايه؟ قلل لي من الريسورسز اللي بستهلكها وزود لي الكواليتي اوف لايف. طب تعالى نعكس، ممكن يا دكتوره ميري ترجعيني السعر الثاني 500 تمام؟ والدلوتي ماب في الاي سي ار 20 بدل ما تبقى 25% فوق 50. احنا عايزين دلوقتي نشوف الافيكاسي لما يبقى 25 احسن ولا يبقى 30 يا دكتوره سبيله؟ 25% احسن ولا 30؟ 30 اعلى. طب ولما يبقى 21 اقل؟ خليه كده يا ميري 15 وبصوا كده على الكوالي ايه اللي حصل؟ الكوالي اوف لايف بتاعت البيشنت قل والكوست قل. رجعي تاني كنترول وزد عشان نلعبها كده. رجع الخانة اللي فوق قال لي كنترول وزد. لا انت عملت كده ليه؟ هو كنترول وزد. ماشي. نلعب تاني، بصوا هنا الكوستس موجودة والكوالي موجودة. بعد اذنك يا دكتورة مين خليها 15 اللي هو البوليون مال. باك سبيس. لا باك سبيس باك سبيس. كويس؟ يبقى انت بتشوفي هو الدواء ده لو انا خدته بسعر قد ايه عملت ايه ده؟ ارجعي تاني عشان نشوف. الكوست زاد شويه بقى. خلي بقى 15. انت الكوست اتقلت. لكن الكواليتي اوف لايف قلت. يبقى انا ما افرحش اني بقلل فلوسي لكن في نفس الوقت الكواليتي اوف لايف قلت. فاهمني؟ بالظبط. ايه ده؟ المفروض بس دي اوقات معينه قلت الفاليو ده مش كبير. هنا هنا المده ده اللي علمتكم امتى تاخد الدواء بسعر كام يبقى بالنسبه لك يوفر. لو زاد عن السعر ده خسرت فلوس. ولو انت قللتيه ولو انت كل ما تقللي في السعر اللي انت بتاخديه فانت بتوفري فلوس دي. يبقى السؤال لما يكون انت بترتبي كلام نظري في الاخر يفضل كلام نظري. اتحولي الكلام ده لخليه في موديل. الموديل ده مختلف عن اي موديل بتتعمل ليه؟ ان ده اسمه موديل دايناميك. دايناميك يعني ايه؟ انا بحط سيناريوهات. لو الشركه قدمت لي عرض سعر 10 جنيه اخده ولا ما اخدوش؟ بالمقابل التانيين. بين اللي عندك. ليه بقى؟ لان اللي عندك المفروض ده يكون احسن منه اللي جاي او مساويه بس اقل في التكلفه او اوحش منه. لو اوحش منه اخد كام؟ عشان اقدر ان انا اخد
عشان تاخده بالظبط كده. لو اوحش منه ما تاخدهوش. طب لو مساوي في الكفاءه تكلف، ما هو لك حاجه ممكن في وقت معين ساعه لدواء مساوي ساعه لدواء. هقول لك مثلا في ميزات التانية، ميزات التانية دي ممكن ما حدش يحسبها. فعشان كده شكرا دكتوره ميري. ماشي. الايسر اختصار لايه؟ ايوه اختصار لايه؟ ماشي. عشان كده الجزء الثاني من المحاضره عشان وقتكم بيولوجيكالز اند ريسورس. ايه اللي انتم شايفينه في السلايد دي؟ مستشفى معينه، ما اقدرش اغلق اسراري. انت عايزه تبتسيني ليه؟ مستشفى معينه. اه اجمالي داخل في مستشفى معينه اكيد مش نفسي يجيلي فلوس داخل ليا وربنا معك في البلد. ايه رايك في ايه رايكم في السلايد دي؟ ايه اللي انتم شايفينه؟ نرجع تاني. استاذ التشير بيرسون، ايه اللي انتوا شايفينه؟ ايه اللي انتوا رايكم في ده؟ الدخل ايه اللي حصل له؟ بيزيد. تمام؟ ده دخل مش ارباح. دخل ايراد ناقص. دخل تمام؟ مش الارباح. وانا ما اقدرش اقول لك ارباح من الثلاثه دي معلومات كونفدينشال. ايه اللي احنا عملناه بقى عشان نخلي الدخل ده بالطريقه دي؟ ان احنا عملنا استخدمنا ايكونومكس اند ايكونومكس. ايكونومكس يعني احنا عندنا ميجر لايف ديزيشن من ضمنها الماريج الكارير الشيلدرن والهيلث. طيب احنا عندنا دكتوره سبيله، انت لما بتقرري انك تاخدي قرار على انك تستخدمي دواء اكس او دواء واي بتعملي، قولي لي الخطوات اللي انت بتعمليها. بص طبعا اول حاجه البنفيت للعيان، يعني لو انا قدامي اثنين انهي بنفيت للعيان وانهي سايد افكت للعيان. ده معناه ديفاين نيدز وونتس يو وونت. يعني انهي بين، يعني لو قدامي اثنين انا هختار الاحسن والافكاسي للعيان والسايد افكت سيفتي والسايد افكت. يعني عندها نيدز معينه بتدور عليه واحد اثنين وده ديزيشن اثنين. طيب انا بقلل البردن على العيان، يعني مثلا لو عيان لو هديه سبتينيوس ولا هديه اي في انفيوجن وهسهل على العيان. بتشوف الاوبشنز اللي عندك. هو طبعا اللي هو السايد افكت او اربعه جماعة المعلومات اللي انت بتقوليها عشان تشوفي هل في ابديتس حصل وانت ما كنتيش خدت بالك منهم ولا لا. خمسه لو بتفاليويت الاوبشن بتاعك. سته ميك ا ديسيشن. سبعه بلان او السؤال ده دلوقتي وده اهم حاجه في التريتمنت ايفاليويت يور اوبشن. هو ليه هات هنا ايفاليويت ما قالش ديزاين ما قالش ديسايد ما قالش اناليسيس؟ لا الايفالويشن بتشمل شامله الكلود كلنا. ايفالويشن ايه؟ ريزلتس. ومونيتورنج بروسس. يعني الكلودنج. يبقى انت وانت بتقرري بتشوفي الريزلت بتاع قرارك ده لازم تقيميه السيكونس بتاعه شكله ايه؟ لما احنا نرتب لما جينا رتبنا البيولوجيكال برودكت والبيبي مومات بقى هو برايورتي لازم السيكونس بتاعه ولازم يبقى عندي برايورتي في المستشفى ان استخدم برودكت اكس او واي عشان الريسورسز اللي عندي. يبقى الايفالويشن ده رقم خمسه ده اللي بيخليك تاخد ديزيشن مظبوط. لو انت عملت ايفالويشن غلط الديزيشن ده غلط. ده لسه في نقطه تخش فيه دول. النيتشر اوف كلينيكال ديزيشن نيتشر بتاع الدكتوره سبيله او اي كلينيكال ديزيشن مختلف الريسورسز اللي عنده الريسيرش اند ايفيدنس. What
what is the best for you, اللي هو البيشنت ادهيرنس والكلينيكال اكسبيرت والكلينيكال اكسبيرينس والجايد لاين. الاربع حاجات دول بيخشوا مع بعض. لو ما دخلوش مع بعض بقى اسمه فولو ديزيشن، ما بقاش قرار صحيح. لازم الاربعه دول مع بعض يخشوا مع بعض، عشان كده بيسموه الكلاس بيس ديزيشن ميكنج، اللي هو الانتجريشن بين الاربعه. الديزيشن زمان كان البيشن مين، الفيزيشن ديزيشن، ومين تاني؟ ادمنستريتور ابلكيشن. مين الادمنستريتور هنا؟ دكتوره ريهام، دكتوره سندر ادمنستريتور. انت بتشتروا التامين الصحي لو انت في اللجنه بتاعت المشتريات، انت بتشتري دكتوره ميري، دكتوره نجلاء، دكتوره مريان، دكتوره رامي، هذه بتشتري. ده ادمنستريتور، بس ده اول سيستم. النيو سيستم في البيشن نيدز ادمنستريتور ديزيشنز والفيزيشن ابلكيشن. هو ليه في النص حاطط مش تعنتاً بوب الفيزيشن؟ هو اللي لانك بمنتهى ببساطه انت اللي معاك فلوس، وانت اللي عارف بطاقتك شكلها ايه، وانت اللي تقدر تعرف امتى وفين تقدر تعمل ايه. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. بمنتهى ببساطه اللي في الدنيا، دكتوره سميله بتاعت روماتولوجي صح، دكتوره ميري بتاعت مفاصل عظم، دكتوره رانيا بتاعت مثلا حضانات، تمام؟ كل واحد منهم عايز البيست للسبيشاليتي بتاعته، لكن في الاخر انت عندك بادجت مضطره توزعيها طبقا لبرايزيشن ممكن هما ما يكونوش عارفينها. فلما لقوا ان الفيزيشن نيدز ممكن تاثر على السيستم كله بتاع الهيلث كير، سواء في المستشفى او في الاورجنايزيشن او في الدوله، فلقوا ان لازم يكون الادمنستريتور له دور. عشان كده في انجلترا عملوا حاجه اسمها نايس، اسمها كلمه نايس كلينيك، نايس نايس نايس، تمام؟ عايزين نشوف نايس؟ احنا في نايس على فكره. يو نايس؟ نايس مصر فيها؟ احنا موجودين في نايس، يعني شغلنا صار في نايس. نايس انا باخد شغلانه حاجه كويسه مش حاجه وحشه. تمام؟ طيب. علشان كده النظام الجديد بيتكلم على سيفتي، افيكاسي، تولربيلتي، كوست افكتفنس. في عندنا احنا كده قلنا الدكتوره سميله الرومتولوجيست بتشتري او بتقرر الميديكال ديشن بناء على ايه؟ طيب نيجي للدكتوره، نختار مين؟ دكتوره تشير بس بحبها المعلومات. مين يقول لي 9 برنسبلز وهو بيشتري؟ يقول لي تسع قواعد بيشتري بيها او بيعمل بيها مناقصه. ايوه قول قول يا حبيبي الكلام ده خليك متابع. ما حلو قوي، انت هتستعيني بمتخصص. يعني انا عندك مثلا دكتوره بلاش، دكتوره ميري ودكتوره رانيا ودكتوره مريان، هم ثلاثه دكاتره عظم وثلاثه عندي في المستشفى، هتفضلي اكس او واي او زد بناء على ايه؟ الشغل. الشغل يبقى واحد الميديكال باك جراوند اللي ايده في الشغلانه، ولا اللي شايفه ان قدرته العلميه اكتر. يعني هتقيمي حلو، يعني بعد هتقيمي اللي عيادته فيه عدد مرضى اكتر، ولا اللي انت تثقي ان هو علميا اقوى؟ لا العدد عيادته اكتر. انت شايفه ان عدد عينه اكتر؟ ها؟ طب انت بتروح للدكتور العدد عينه اكتر ولا اكفى؟ طب مش عدد عيانين؟ طب ما هو بس عدد عيانين على انه اكفى. عدد عيانين على انه اكفى. تمام. طب تعالوا نعملها بولد. انتوا شايفين عدد العيانين مرتبط بالكفاءه؟ لا طبعا. تعالوا نعمل بولد. طب استنى بس نعمل بولد. هقول لك ليه بتروح بولد؟ هقول لك انا اصل انا بديل فانا عادي. بص يا ستي، لا
المصري وصلحوه لو انا غلطان. الشعب المصري اللي بدأ بكل الدنيا واللي طلعوا بره واللي بصي بصي انا بقول لك النار انت ست مثقفه انت ما تجيش على نفسك انا بصي عايز بص انت انت ست مثقفه او انت ست مثقفه فانت من الاخر عندك الكراتيريا بتاعتك حلو يعني انت حطيت دلوقتي الاكثر عددا ماشي ايه تاني انا اقول 9 ولا كده كفايه كده 5 فاضل لك 4 ها انت بتشيل بس انا اقدر اول ما بتشيل بس اولوياتي حط اولوياتي طب تعالوا نشوف كده دبل وشوف حديث تمام تعالوا نشوف اول حاجه خالص وانت بتشتري لازم يكون عندك معايير ترانسبيرنسي الشفافيه امتى هتكون يا جماعه انا هختار اشتري مفاصل بالمواصفات التاليه 1 2 3 علشان السنه دي ما عنديش بطل مش عيب بس تعرف انت هتشيل ده ليه ما تدبسنيش في حاجه وفي الاخر تقول البسها او انك هتقرر انك تشتري دعامات السنه دي بالمواصفات الفلانيه لانك بمنتهى البساطه مرتبط مثلا ببرلين مثلا او انك هتشتري بايولوجيكال السنه دي او انك هتشتري بيولوجيكال برودكت للانكيلوزنج مثلا باعتبار ان انت عملت لجنه واللجنه عملت بروتوكول والبروتوكول ده انك هتشتري 1 2 3 بناء على المعايير دي يبقى اول حاجه ترانسبيرنسي اثنين الكوست كونتينوس انك تبقى عارف بادجتك وعارف هتوزعها ازاي ثلاثه تكنيكال كابيليتي انك هتختار الناس اللي بيبدوا معاك مبنيه على التكنيكاليتي ولازم يكون عندك معايير واضحه للتكنيكاليتي في التشيك ليست 1 2 3 4 مواصفات الفنيه للشخص اللي هيبدا اوبريشنال برنسبلز فور جود فارماسيوتيكال كنترول انك بمنتهى البساطه مثلا وانت بتيجي تعمل بتعمل لجنه بات ما ينفعش اسيب لجنه البات تبقى رايحه انك بتبني ده لا اقول له انت هتبني بناء على المواصفات التاليه لازم يكون ده استهدف ايوه غير ما مراسك الشريك دي بالظبط حاطه لكل بلد والمواصفه دي سريه بتكلم على أوه. التكنيكال كابابيليتي احط مواصفه اللي بستعين بيه ازاي؟ هقول لك انا عملتها في ثلاث جامعات واحد ان لازم تخرجي بعد طوارئك كذا حاجه، واحد ان هو فعلا التكنيكاليتي بتاعته في الحته دي شاطر بمعنى ايه؟ في نوعين من الدكاتره، في دكتور قاري كويس لكن عنده مشكله انه ما بيحطش القرايه دي في الكلينيكال اكسبيرينس تمام؟ مثلا الانكيلوزي بسكوندرايتس في كل دول العالم من 18 ل 36 او حاجه وكده. ايوه من 18 ل 36 في مصر هنا انا شفت انكيلوزي من 15 سنه و 14 سنه. تمام؟ السؤال بقى دلوقتي لو حد مش التكنيكاليتي بتاعته مش قوي في الحته دي ممكن يدبسك في حاجه معينه، حاجه ثانيه. مثلا لما انا ليه دخلت جوبيت انا ودكتور ولاء؟ لان بمنتهى البساطه انا وخيال دكتور ولاء عارفه ان الاي اف بي تي مالوش بريورتي ده سكند اوبشن. ممكن واحد تاني يقول لك ايه والله انا قريت في كلينيكال ترايل ان الاي اف بي تي جايب نتائج كويسه، هتيجي دكتور ولاء تقول له انا اسف كلينيكال ترايل دي كلينيكال ترايل، لكن هو في الهيولار الاخير الجايد لاين اللي هو الريفرنس في العالم بيقول لي كذا. فانت لازم تحط في اعتبارك قدرته العلميه الكلينيكال اكسبيرينس بتاع قدرته على التعامل والكوميونيكيشن اللي انت بتعملوه في ستاف انت بصي عشان كده دايما احط الادمنستريتيف في النص قبل الفيزيشن دي انت عندك القدره على قرايه الدكتور لسببين ان انت ما عندكش عياده واحد اثنين انك بتتعاملي مع كل الناس انت ما عندكش عياده وبتتعاملي مع كل الدكاتره في التخصص ده فكل مره عليك فانسي بقى الاكسبيرينس بتاعتك تمام مع مجموعه حاجات تبقى مربوط تشيك ليست كده موجوده في مكانك تقول الراجل ده اكتر تكنيكاليتي من ده. بانك تشتري فور سيفتي انشورنج ابروبريت سيلكشن، الابروبريت سيلكشن ده بقى عشان كده لازم يكون عندك لجنه واللجنه لازم تكون كواليفايد لان بمنتهى البساطه مش معنى ان دواء واخد بريورت مثلا في الجوفنايل انه ياخد بريورت في حته ثانيه. عشان كده الابروفل سيلكشن مهم جدا. 8 انشورنج كواليتي برودكت، 9 بروبر بادجيتنج اند فاينانسنج. يعني ايه بقى الجملتين دول؟ انك تحط معايير مهمه جدا في الدرجه الكواليتي، الكواليتي الغير رخيصه. ده مبدئيا الهاي كواليتي سابق اعمال.
البادجيتنج يعني ايه؟ يعني ما احطش ان انا عايز 100 باير ولا بستخدم 30. يا باشا في اقول لك حاجه، انا شفت ناس انا عايز حتى 27000 باير. هقول لك انا والله قصه في مصر يعني لو فجاه مثلا لو حصل له شورتج فجاه محطوط النيد بتاعته عاليه جدا، يا عم ده كان شورتج فالدواء الثاني مش موجود فده نيد، لكن دي مش حقيقيه. لما الدواء الاصلي كان بيستخدم يرجع النيد دي هتقل. فلو انت البادجيتنج دي لو انت بقى رجعت الاحتياجات دي وكتبتها غلط تخسر فين؟ في البادجيتنج. فلما كنت عامل 100000 في البند ده يبقى 30 تحطه في البند ده. دول الماين برنسبلز اللي قالوها الدكاتره وطبقناها. طيب What is the definition of resources? The resources, the economic resources معناها are the factors used in producing goods or providing services. In other words, they are the inputs that are used to create things to help you provide services and economic resources. أنا عايز أقصدكم حاجة تانية. بصوا يا جماعة الحتة دي حلوة أوي. Managerial decision and health scale. في استطاعه عملت مع شركه معينه على 800 دكتور في مصر. لقوا ان المديرين بياخدوا الديزيشن بتاعتهم 55% في حاله الريسك. الديزيشن قراراتهم في حاله الريسك. و10% في حاله الاستراكشر. و10% في حاله الكونفليكت. لكن ما حدش منهم اللي قليلين زي دكتوره نهال مثلا. دكتوره نهال لما انا قلت لها طب ايه رايك تعالى رتب 1 2 3 قالت لك ايه انا عايز اطمئن قلبي. طب انت عملت كوست افكتيف بس ده اسمه كونسلتنج. انت كنت محتاج حاجه تجيلي كده ما خدتيش فكره انا دكتور ده واثق فيه فيلا ناخد القرار بتاعه ده كونستراكشن. او ان في حد يقول مثلا انا مدير عايز الحاجه دي بكره فاضطر اخد القرار ده اسمه. طيب احنا ممكن نحسن البيشنت اوت كومز ونوفر الريسورسز اللي عندنا او بنفس الريسورسز ولا احنا محتاجين فلوس زياده؟ يعني انا عشان احسن المستشفى بتاعتنا او الوزاره او الجامعه او الكلام محتاجين فلوس زياده؟ محتاجين استغلال الفلوس بدليل بالظبط امريكا رقم كام هنا؟ مين ترتيب واحد في العالم؟ فرنسا. مين رقم اثنين؟ كم واحد يسمع عن سان مارينو؟ انا رامي نفسي اطلع في سان مارينو. رقبتك كويسه. انت رافضين؟ طيب انا عايز اروحها بقى. سان مارينو اللي هي جزيره صغيره جنب ايطاليا ما حد يسمع عن حاجه ترتيبها رقم كام؟ ثلاثه. حد شاف امريكا؟ فين امريكا؟ شوف السلايد الثانيه. امريكا بتصرف فلوس كتير. احنا 63 احنا شيطار بنصرف قليل والتنظيم حلو. احنا بنصرف على فكره احنا بنصرف كتير. احنا بنصرف اكتر من تونس واكتر من هولندا واكتر من ماليزيا واكتر من اقول لك حاجه تخيل حاجه ومين احنا احنا ولا قطر والكويت احنا عددنا اكبر. لا احنا الصرف هنا مش بفلوس نسبتك من الدخل القومي يعني عشان دي نسبه ثابته. لا احنا بالعدد بتحسب على العدد. لا بتتحسب نصيب بتصرفي كام من نصيب من دخلك مش من دخلك انت كمواطن. انا بتكلم من دخل القوم. قطر اغلى مننا تمام. رقمها كام؟ تمام. سان مارينو على فكره افقر من قطر بس رقم ثلاثه. الموضوع مش انك بتصرف كام. ما ينفعش يطلع في التلفزيون لك احنا موازنه الصحه السنه دي كذا. انا بتصرفها فين؟ على ايه وعلى مين؟ استغلال مواد. عشان كده ريسورسز ولا لا؟ ايه ده؟ يا باشا احنا بنكتب يا دكتوره انا عمرك سمعتي انتبيوتكس امبيريكال بتستخدم 10 ايام؟ بارك انا بستعمل امبيريكال يعني استنى لما يطلع كلتشر يعني 48 ساعه ناكس. انا شفت ناس 10 ايام و15 يوم و30 يوم عشان كده الايكونومكس اهم تعريف ليها بيقول لك ايه؟ ذا ستادي اوف هاو سوسايتي ميكس ارينجمنت اوف برودكشن اند ديستريبيوشن اوف جودز اند سيرفيسز وات تو ريديوس هاو تو ريديوس ذا الوكيشن اوف سكيلز ريسورس. الموضوع في الاخر مبني على الوكيشن مش مبني على ان انت معاكش سكيل. عشان كده الايكونومكس
how to make decision based on scarcity of resources. دي السلايد بحب استخدمها في كل البرزنتيشن بتاعي، وهفضل استخدمها عشان بصلح ما هيحصلها بالظبط. شلنا المضادات الحيويه، ايه اللي هيحصل؟ بص يا فندم، احنا مشكلتنا في مصر احنا بنيجي على راس الهرد مش المهم، بنيجي على الهرد. ايكونوميك ايفالويشن وعاملين 100 ايكونوميك ستادي وعاملين 150 كوست افكتفنس ستادي و1500 دراسه منشوره في مجله هانت شارب للادويه الخاصه بالدول كده، تمام؟ لحد كده كويس، بس انا لو ما قدرتش استخدم ده في البلاننج والانفلونس والايكولوجيا والايفالويشن والبادجيتنج ما حصلش حاجه. الفلوس اللي دخلتها للجامعه دي لما انا استخدمت الفانكشن ما وقفتش عند الحته دي بس وخدت اللقطه. احنا عملنا استادي، لو ما طبقتهاش هتفضل استادي. بوليسي، لازم يكون عندك بوليسي واضحه، والبوليسي بتتكون من ثلاث حاجات: بوليتكس، بروبلمز، سوليوشنز. بوليتكس، اوعى تعزل البوليتكس عن وانت بتعمل البوليسي بتاعك. وات ار بوليسي ميكر تراينج تو دو؟ اشور اكسس تو ميديكال كير، كنترول ذا ريت اوف جروث اوف اكسبندشر اوف ميديكال كير، بروتوكولز اند روف هيلث فور ذا ريجوليشن، اتشيف افيشنت اوف يوز اوف هيلث كير ريسورسز. Generating a new resources through health economics. ازاي؟ لازم تعرف كلمة value. يعني ايه كلمة value؟ كنت بكلم مع دكتورة دينا الفاليو بتاع الموبايل بتاعك بتقيميه ازاي؟ ليه قلت ان الايفون يستاهل 14000؟ ما قلتش ان السامسونج او السوني يستاهل 14000؟ طيب دي بناء على ايه؟ زي الفل، بس هي شايفه الفاليو بتاع الايفون حلو. انت قيمتي الفاليو بتاعك، حطيتي ايه في اعتبارك؟ مجموعه حاجات، حطيتي بيت بتاخديها مقابل سعر تدفعيه، مش ده التعريف الطبيعي للفاليو؟ يبقى انت وانت بتقيم اي حاجه بتشتريها لازم تحط في اعتبارك حاجتين. ايه اللي لازم تحطها؟ تلعب الرياضه دي؟ عشان ازود الفاليو بتاعتي محتاج اعمل ايه؟ ازود البينفيت واقلل البرايس. البينفيت حاجه انت بتقيمها كبينفيت للمستشفى، مثلا سكورنج، ممكن تقول مثلا هتشتري طبيب صنف معين فانت شايفه ان الوقت ده بالسعر ده، لانك عارفه مثلا دلوقتي هتزيد كمان 3 اشهر، فلما تجيني دلوقتي بتزودي الريسورسز اللي عندك فبتزودي الفاليو، فانت عشان كده تزودي الفاليو بتاعك انك تختار اعلى بينفيت باقل برايس. كيس ستادي كوست اوف ان اون ذا ريسك فروم رايت از ايجيبت فروم بير بيرسبكتيف. انا عملت ستادي واتنشرت على الكوست اوف ان. الكوست اوف ان ده تكلفه علاج المرض في مصر شكله ايه؟ مش بس انا بعالجه ازاي وهل بعالجه صح ولا غلط. عملت ايه بقى؟ اوبجيكتيف ذا اوبجيكتيف اوف ذيس ستادي تو استيميت ذا توتال ميديكال كوست اوف ان فروم ذا بير بيرسبكتيف فور بلس بيز ويز اناليسيس اوف فريكوينت يوز تو اورجانيز اورجانيز ريال كوست ان اوردر تو ديفلوب افيشنت تريتمنت بوليسي. يعني ايه؟ يعني انا جبت مثلا نفقه الدوله هم عالجوا 3 سنين اللي فاتوا، انتوا عالجتوا ازاي بقى؟ وهل العلاج ده صح ولا غلط؟ انا بدفع فلوس بس انا عايز اعرف الفلوس راحت صح ولا راحت غلط؟ حللت بقى لكم مريض كان عندي؟ 3212 مريض، تمام؟ التوتال الحاجات كوست اوف تريتمنت كوميونيكيشن انكلودنج فيزيكال ثيرابي هوسبيتاليزيشن او بيشنت كل الكلام ده حللت. لقيت ايه بقى؟ ايه اللي انتوا شايفينه في السلايد ده؟ الكرو اب ثواني كده. الكرو اب والكونفشنال ثيرابي عالي جدا. رقم 2 ايه؟ سيرجيكال انتر اكشن عالي جدا. على فكره السيرجيكال هنا مش جدا. وقد يكون غلط. ده سيمتومز ريليف. وقد يكون غلط برضه البتاع. اه طبعا ما السيرجيكال حتى انا بقول ده سيمتوم ريليف مش تخيل بقى ان انا بدفع فلوس كلها وفي الاخر وفيديو ثيرابي. مثلا عنده جاب عشان بيجيب فلوس. ما هو مش هنتصرف. ما هو انت مش ليه بقى؟ عشان انت لو كنت عليك صح من الاول ما كنتوش وصلتيني لمرحله انك وصلتيني للريبليسمنت. وده نمبر اوف بيشنت. الكونكلوجن ايه بقى؟ الكونكلوجن اللي احنا هنا ان انت محتاج يكون عندك فالوريزيشن اوف فاين اوف تريتمنت، ومحتاج تدخل ادويه الافكاسي بتاعتها عاليه، ومحتاج الجايد لاين بتاعتك تتحسن. اتس اول اباوت ديزيشنز. يبقى السؤال انت ازاي تحول العلم اللي انت بتاخده لقرار؟ كم واحد سمعته المحلل احنا بنعالج مثلا
الكوريكتال كانسر في مصر شكله ازاي؟ حد حللها؟ انا لسه عامل دراسه من فتره دي. ما هو المهم مش انا اعمل ايكونومكس ستادي ان الدواء ده احسن من الدواء ده. انا عايز اعرف انا في الاخر كده اللي انا الاجراءات اللي انا بتخذها هي صح ولا غلط؟ لو صح يبقى عليها، لو غلط حسب المواد بتاعتي. عشان كده الفول اباوت ديزيشن، الهدف من الورك شوب ده انك تتعلم بالظبط ازاي تقرا، ازاي تبص على البيولوجيكال برودكت وازاي تقيمه، ازاي يبقى ليك دور في الريسورسز اللي عندك، ازاي تاخد ديزيشن، ازاي تساعد الاخرين على اتخاذ الديزيشن. بص يا جماعه، في حاجه اسمها سايكل اوف مونيتورنج اند ايفالويشن، ايفالويشن ريزلت مونيتورنج بروسيس، دي سايكل اوف مونيتورنج دي لازم تحصل على طول. انا بعملها كل 3 اشهر ومفروض تتعمل كل سنه ماليه، لان كل سنه مالية. يا جماعه انا عمري ما شفت في مناقصه في مصر اصناف بتقل، الا دايما الكراسه اصنافها بتزيد. انتوا حلقه اكسبشن. لكن عايز اقول لك حاجه يا دكتوره نهاد، انت شفت كم مناقصه في مصر؟ كتير. كل الاصناف بتزيد ولا بتقل؟ كل مره بزيد. ما شفتش مره حد يقول لك انا مش محتاج ده يا جماعه، عايزين نزوده. فانا عشان كده لما جيت عملت مناقصه، انت مناقصتك استني كام مليون؟ أي لا 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 انا برضو مش صح ان انا اقول كده، لان انا عندي برضو زياده في عدد العيانين. لا ما بتكلمش كميات الاصناف، الفلوس. لا يعني مثلا انا السنه دي كان عندي انتي انفلاماتري 5 غرفه، السنه الجايه يكون عندي 10 غرفه انتي انفلاماتري. ايه ما هي دي بتزيد؟ لا الشكل اتغير. يعني مثلا لو في حاجات ليها ادد فاليو بتتحط وحاجات اول فاشن بتتشال. ايوه انت نجحتي ان تقدري تشيلي. انا لما حاولت اشيل مجموعه اصناف وبين بس الاخر شلتها. الفكره مش عايزك تستسلم لفكره ان في اصناف كويسه بس في اصناف جديده احسن. المفروض انك تعمل ريبليسمنت ده وقت معين تستثمر موردك صح. انا اتشرفت بيكم جدا، شكر ليكم. لو حد عايز يسال اي سؤال اي سؤال يا جماعه؟ عايزين تاكلوا؟ احنا ما اتفقناش على كده؟ احنا قلنا شاي بس. دكتوره سيدات دمياط حضرتك الضمايط اخذ نص مصر. انا طنطاوي مش طنطاوي دمياط، بس لو عايزين دمياط دمياط. حد عايز يسالني اي سؤال؟ عايزك تبتسم. لا ده عشان تعصبت بقى يا راجل. ربنا يخليك يا حاج. على فكره ما كدبتش شفويه، يبقى بتاع حضاره. طيب. حد عايز يسالني على اي سؤال؟ ربنا يخليك. بشكرك والله. بشكرك على المجهود والكلام. احنا تقريبا. لا احنا عايزينها بالفلوس. ان شاء الله. الله يكرمك.